الآن جاء موعدنا مع آخر أخبار الطقس وبيان درجات الحرارة ومع شروق أيمن. شكراً لكم مجدداً مصطفى وأدا، أهلاً بحضراتكم وجولة أخيرة لأهم أخبار الطقس محلياً وعالمياً. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأربعاء طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على عدد من محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 29، الصغرى 22، إسكندرية 27، 20، مطروح 25، 19، بورسعيد 28، 22، الإسماعيلية 30، 20. أما عن السويس 31، 20، العريش 29، 20، طابة 29، 20، شرم الشيخ 32، 23، الغردقة 32، 22. والأقصر العظمى 33، الصغرى 19، أسوان 33، 20، الوادي الجديد 32، 18، شلاتين 33، 23، حلايب 30، 25. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.